Today we are here at the Big Five, the biggest event for construction companies in the Middle East. Mukawilun TV reaches out to contractors, suppliers, specialists and industry experts, giving you up-to-date knowledge and information about trends and events happening in the industry. Hi, my name is Abdelmajid Musa. Welcome to Mukawilun TV. يحيى الله، احنا معك المهندس خالد الزبي من مجموعة صنعان القابضة. أنا مدير العمليات لإحدى شركات مجموعة صنعان القابضة. مجموعة صنعان عبارة عن شركة سعودية تعنى بمجال خدمات المياه بشتى المجالات، عدة مجالات، ونتيجة هذا التنوع والتعدد والتخصص انبثق عن هذه الشركة عدة شركات متخصصة تحت مظلتها تقريبا 8 شركات رئيسية، كل شركة تعنى بمجال معين، مثل شركة مياه لتقنية المياه والبيئة تعنى بمعالجة المياه والصرف الصحي من حيث التصميم، توريد المعدات، التنفيذ، التركيب والتشغيل والصيانة وخدمات ما بعد البيع. الشركات الأخرى برضو، في عندنا شركة سنم الجزيرة لمشاريع المياه والمضخات، شركة سمنان للخدمات البترولية اللي تعنى برضو بخدمات محطات الوقود ودعمها بالأكسسوارز تبعتها، برضو في عندنا شركة سمنان للمسابح لخدمات المسابح وخدمات تنفيذ المسابح وتصميم المسابح، شركة الحفل للمقاولات، عدة مجموعة شركات. لو نستطرد بالحديث ممكن كل شركة الهدف من هذه الشركات هي تخصص وتقديم منتج فائق الجودة مع أقل تكلفة ممكنة. هذا باختصار شديد عن شركة سمنان القابضة، وبشكل خاص أنا كمدير لعمليات شركة المياه لتقنية المياه والبيئة. للأخوة اللي حابين يستزيدوا ويعرفوا أكثر عن مجموعة سمنان القابضة بإمكانكم تتابعونا من خلال المقاولون.com، وحظ طيب إن شاء الله.